استاذ محمد شريف رئيس رابطه النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير استاذ سيف، السلام عليكم. استاذ محمد مساء الخير. السلام عليكم، مساء الخير يا استاذ سيف. يعني اكيد في استعدادات كبيره للمباراه، حدث كبير، السوبر الافريقي بنطلق عليه سوبر القرن، وانتوا الحقيقه ليكوا صالات وجولات في مباراه الاهلي والزمالك، دايما شايفين المباراه ازاي واستعداداتكم للمباراه ازاي؟ والله الحمد لله احنا بدأنا نستعد بقى لنا فترة كبيرة، وزي ما حضرتك عارف الأهلي والزمالك كانوا هنا في شهر مارس في نهائي كأس مصر. ف يعني بدأ الأهلي والزمالك يجي ماتشات كتيرة في المملكة العربية السعودية. احنا يعني على قدم الوساق إن شاء الله، عشان شكل الملعب وشكل الجماهير يبقى على أكمل وجه إن شاء الله يوم الجمعة، حاجة تمثل صورة مصر في المملكة العربية السعودية. ديربي أو مباراة ما بين أكبر فريقين في الوطن العربي والشرق الأوسط تقريبا. بنستعد، الجماهير كلها متحفزة ومنتظرة للمباراة بفارغ الصبر. مباراة السوبر احنا ما قابلناش الزمالك تقريبا من في السوبر غير مرة واحدة سنة 94، ودي تاني مرة تبقى في السوبر الإفريقي. ويعني على ما أعتقد ما خانتنيش الذاكرة إن الزمالك ما فازش على الأهلي إفريقيا غير هي في مباراة السوبر الإفريقي 94. فالكل منتظر، ولما يبقى الاهلي جاي هنا السعوديه ده بيعتبر عيد بالنسبه لنا. كل الجماهير منتظره، وان شاء الله يبقى حاجه تليق بالفرقتين يوم الجمعه، ويبقى مباراه كويسه يعني تليق بسمعه مصر والكره المصريه ان شاء الله. هل من وجهه نظر حضرتك شايف المباراه ازاي؟ شايف الاجهزه للاهلي ولا الزمالك؟ شايف المباراه دي دايما بتبقى 50 50 ولا ليها معايير تانيه؟ هي الكرة ما فيهاش توقعات، او زي ما بنقول ايه يعني، هي حالة اللعيبة في المباراة هي اللي بتفرض علينا. ممكن يجي سيناريو للمباراة يقلب الكفة خالص، لكن ورقيا وعلى الورق وقلم لا، الاهلي 70 30. بس احنا مش عايزين نوصل الصورة ديت للعيبة، يعني احنا نازلين دي مباراة 50 50 وبنلعب على سنس. لازم ان شاء الله دي اول بطولة في الموسم، فلازم يبقى فيها فوز ورقيا واسامي وسكواد. لا، الاهلي يفرق عن الزمالك كتير. الاهلي افضل في الماتشين اللي فاتوا مع جورماهيا، بس زي ما بنقول لازم اللعيبه تبقى افضل حذر، والمباراه 90 دقيقه بس، وبعد كده هنرجع لضربات جزاء، فلازم اللعيبه تبقى مركزه جدا. الفرص اللي تجينا لازم نهدف منها ان شاء الله، وان شاء الله السمر اهلاوي باذن الله. رايك في صفقات النادي الاهلي الجديده؟ الصفقات اللعيبه كلها تقريبا دوليه، يعني اشرف داري دولي، يحيى عطيه الله دولي، اللعيبه كلها تقريبا لعيبه دوليه وصفقات كويسه. كان ينقصنا مهاجم مع وسام، يعني السيزون الطويل في تقريبا اكثر من 50 مباراه في الانتر كونتيننتال، في السوبر المصري، في السوبر الافريقي، بطوله افريقيا، لسه السوبر دوري السوبر الافريقي مش عارفين هيتلعب ولا لا، الدوري المصري، كاس العالم للانديه، في بطولات كتيره جدا. كنا نتمنى يبقى في تدعيم للهجوم، خصوصا ان يعني اعتقد وسام ما يقدرش يكمل السيزون كامل بالقوه اللي هو بادئ بيها. كهربا بعيد شويه عن الفورمه، نتمنى ان هو يقعد في ماتش الزمالك ان شاء الله، ويبقى كهربا وامام هم اللي يحرزوا الهدفين ان شاء الله. هل كهربا لو عاد للتالق من جديد شايف ان الاهلي في احتياج لصفقه برضه؟ طبعا يبقى ورقه رابحه كبيره جدا لو رجع لمستواه. هو عايز يرجع لمستوى بدنيا، يعني لازم يقف على رجله بدنيا. لو كهربا اشتغل على نفسه بدني قبل السيزون وعبال ما يبدا الدوري، لا هتبقى ورقه مهمه جدا. يعني كهربا من الناس اللي بتعرف تجيب اجوان. يعني هل خلاص التذاكر نفذت بتاعه المباراه؟ نفذت، يعني التذاكر نزلت على الموقع تقريبا 10 دقائق، كانت تقريبا نفذت يعني من قبل ما ناس كتيره تلحق، يعني نفذت كلها. يعني الملعب هيبقى كومبليت ان شاء الله. الملعب حصل فيه توسعه، يعني الملعب كان 18000، المستشار تركي الشيخ عمل توسعه تقريبا وصل 24 او 25000. اعتقد ان لو في ملعب فيه 100000 جماهير الاهلي والزمالك هتملاها. يعني ان شاء الله باذن الله نشوف مشهد رائع من جانب حضراتكم ومن جانب جمهور الزمالك، ويبقى لقاء ان شاء الله باذن الله جماهيري رائع. ان شاء الله ان شاء الله المباراه تليق باسم مصر وسمعه الكره المصريه بامر الله، ويظهر مظهر مشرف
لمصر والكره المصريه باذن الله. بشكرك ان شاء الله الاهلي يفوز يعني باذن الله. ان شاء الله يا فندم. بشكرك يا محمد بيه، شكرا جزيلا. استاذ محمد شريف المتحدث الرسمي باسم رابطه النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه، بشكره ايضا، شكرا جزيلا.